بغض النظر عن الإرهاصات المرعبة تمت ب 2020، تنبؤات طلال أبو غزالة بحرب كبرى ما بين الصين وأمريكا طلعت غير حقيقية على أساس أنه بشهر أكتوبر، أو الآخرين شماس وفغاري ماجي فرح إلى آخره، لكن نحن لا نتوقع إنما نتمنى الله عز وجل أن نكون السنة القادمة سنة الانفجارات الكبرى، تكون سنة خير لكل الناس. كل عام وأنتم بخير.